نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، يسعى مجلس إدارة تميز الاستشارات الرياضية بدولة الكويت بتهنئتكم بحلول شهر رمضان المبارك، ونتمنى من الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام إن شاء الله. وطبعاً أحب أوضح للأخوة المشاركين والمشاهدين أن طبعاً تميز مجلس إدارتها يعني حب أن يساهم في كخدمة مجتمعية في التعليم عن بعد أو الإلكتروني أو الافتراضي حسب أي مسمى، بحيث نحن نتواصل وأيضا نعطي الفرصة للباحثين، نعطي الفرصة للجميع تحت الأفكار والمعلومات الجديدة في المجال، وخصوصا نحن في هذا الوقت يعني في وقت الحظر. طبعا قبل نبدأ محاضرتنا راح نتكلم عن ضوابط هذا اللقاء. اللقاء هذا عبارة راح يكون فيه ثلاث متحدثين، كل متحدث راح يكون له ربع ساعة، والمناقشة في النهاية لها ربع ساعة، وسوف طبعا يتم اختيار أفضل الأسئلة العامة اللي تخدم المحور بشكل عام أو اسم الندوة بشكل عام. وأيضا نبي يعني نكون كلنا يعني مشاركين في هذه الندوة. راح ناخذ كل ندوة توصية، وحنا عندنا ندوات على طول العام راح تكون بنفس المنهجية، وراح ناخذ التوصيات المقبولة وممكن تعطى في مؤتمرات حية، مؤتمرات يعني مؤتمرات القادمة إن شاء الله الفعلية بعد ذهاب هذا الحظر، راح إن شاء الله أن نعرضها في المؤتمرات. طبعا بداية أنا أحب أعرف في مسمى هذه الندوة، وهي تأثير الفيروس كورونا على اقتصاديات الرياضة العالمية. طبعا هذا المسمى راح تندرج من تحته ثلاثة محاور، كل أستاذ فاضل موجود راح يغطي محور، وطبعا راح أذكر لكم المحاور في البداية. المحور الأول تأثير الحال الفيروس على اقتصاديات الرياضة العالمية، راح يغطيه الأخ الدكتور أو الأستاذ تائر أحمد عدس، هو طبعا أردني ومن سلطنة عمان ومدير تنفيذي في الشركة، وراح طبعا ألقي السي في ماله بداية المحاضرة. أما المحور الثاني يتطرق حول حقائق حول الخسائر الاقتصادية والبدائل الاقتصادية المقترح تطبيقها، وراح يتناول الدكتور أحمد فاروق، وأيضا راح نسرد السيرة الذاتية في ساعة تقدمه، وكذلك الفارس الأخير اللي هو الأستاذ الدكتور أحمد عبد الفتاح من مصر، وهو حاليا أستاذ في جامعة أم القرى في مكة. طبعا لا يخفى عليكم مدى أهمية اختيار هذا المسمى، الرياضة كمجال جزء من المجالات الأخرى في المجتمع إن لم يفقها في الوقت الحالي. الرياضة اليوم أصبحت صناعة، الرياضة أصبحت اقتصاد درجة الأولى. اليوم التأثير اللي صار في العالم، أكبر خمس دوريات في العالم اللي هو الدوري الإنجليزي والدوري الألماني والإيطالي والأسباني، هذه كلها الدوريات تأثرت تأثير كلي بالأزمة كورونا. الخسائر دخلت في المليارات ناتج طبعا البث التلفزيوني المشجعين وحجز التذاكر وما شابه ذلك، فصارت كارثة قد في المستقبل من الصعب أن تنهض الرياضة بالنهضة اللي كانت فيه، راح يبقى لها وقت طويل. وهذا اللي راح يتعرضوا له الزملاء
في النقاش، لأن كل المجالات اللي احنا فيها في الرياضة احنا مجال الحمد لله يعني الله أنعمنا عليه ان احنا نخدم جميع المجالات، يعني نخدم في الإدارة، نخدم في الاقتصاد، نخدم في العلوم الاجتماعية، نخدم في العلوم الإنسانية بشكل عام والطبيعية أيضا بشكل خاص راح يتناولها اليوم. الأخوة راح يتناولون الثلاث محاور اللي احنا تفضلنا لهم. طبعا راح نعرف أول فارس عندنا اللي هو الأستاذ طائر أحمد عدس. طبعا هو حاصل على الماجستير في المحاسبة، والجميع ممكن ياخذ باله يقول المحاسبة شنو دخلها في الموضوع، ولكن هو رسالته الماجستير الحقيقية رسالة ماجستير تتكلم عن المحاسبة في كرة القدم، يعني هو راح يتكلم بصلب موضوع المشكلة هذا. والخبرة المهنية الرئيس التنفيذي لشركة مسقط لتنظيم وتسويق الأحداث الرياضية، وهو مدقق خارجي وأيضا طبعا حاصل على الماجستير من جامعة ساوث ويلز في المملكة المتحدة وبكالوريوس في المحاسبة، وعنده عدة لغات العربية والإنجليزية. والآن نترك الميكروفون الأستاذ ثائر أحمد، تفضل معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية طبعا أنا بحب أبارك لكم على الشهر الفضيل، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يكون شهر فضيل على الجميع. وأشكر أيضا دعوتكم واستضافتكم لي في هذا اللقاء الطيب إن شاء الله. طبعا في البداية إذا تحدثنا عن المشاكل التي تحدث الآن حاليا والمشاكل الصحية، وهو كورونا الذي سبب في مشاكل صحية أدت وجرت إلى خلق شيء اسمه كورونا اقتصادية. فهذه الكورونا الاقتصادية طبعا أدت بشكل كبير على أو أثرت بشكل سلبي على جميع القطاعات، سواء كانت القطاع السياحي أو قطاع الطيران أو قطاع النقل، وكله تسبب في خسائر فادحة لهذه القطاعات. وأيضا التكاليف التي الآن تصرف من أجل التصدي لهذه الكساد الاقتصادي الذي يحدث حاليا كلها تؤدي إلى أكثر سلبا. ولكن طبعا القطاع الرياضي ليس استثناء، القطاع الرياضي هو جزء من القطاعات والاقتصادات المتأثرة جدا في هذا الكورونا في بسبب فيروس كورونا، وطبعا بنسمي احنا كورونا اقتصاد. وطبعا الكورونا الاقتصادية لم تفرق في أي لعبة رياضية ولم تفرق في أي مستوى رياضي، سواء كنت أنت في الليفل العالي أو في الليفل الأقل، سواء أنت كنت تبدأ من دوري المدارس أو الأقل الحضانات إلى حتى دوري النجوم والبريمير ليج والسبانش ليج أو غيره من كل الدوريات الرياضية. وأيضا نخص بالذكر بأن كورونا طبعا كما تعلمون لم يختص برياضة معينة، إنما يختص بجميع الرياضات في جميع القارات، سواء الهوكي في فنلندا أو حتى كندا أو حتى كرة السلة في أمريكا وكرة القدم في كل دول العالم. فالكورونا لم يفرق بين أحد. ولكن يا أخوان هناك لي نظرة معينة على إني كيف سأقوم أنا بتقييم الوضع الاقتصادي في العالم بسبب كورونا الاقتصاد. هناك يا إخوان ثلاث محاور رئيسية يجب أن أو ثلاث خلينا نقول مداخيل رئيسية تتمحور حول الرياضة. عندما يكون هناك دوري لكرة القدم، تمام، فهناك تحت هذا الدوري شيء اسمه اللي هو الأندية، وتحت هذه الأندية هناك شيء اسمه لاعبين، وتحت اللاعبين وحوالين اللاعبين هناك موظفين، وهناك قطاعات كثيرة تعمل حول هذه الأندية. طيب إذا بدأنا من البداية وقلنا ما هي الإيرادات التي يعتمد عليها القطاع الرياضي؟ الإيراد رقم واحد وهو إيراد العائد من حقوق البث التلفزيوني. رقم اثنين الإيرادات العائدة من الرعاة والإعلانات. رقم ثلاث والإيرادات العائدة من التذاكر المباعة خلال إذا جمعنا هذه الثلاث محاور الرئيسية وبدأنا نقيم على أساسها، تمام؟ نبدأ إذا سمحت مثلا في موضوع التذاكر. طيب الكورونا هو مشكلة صحية جرت إلى مشكلة اقتصادية، ولكن نبدأ بشيء اسمه
الكورونا الصحية أو المشكلة الرئيسية في كورونا هي أو أحد الحلول في كورونا هو التباعد الاجتماعي، ولكن المشكلة تكمن يا أخوان أن التباعد الاجتماعي هو ليس علاج للمرض، إنما هو وقاية للمرض، وهنا تكمن برأيي المشكلة الرئيسية، بأن التباعد الاجتماعي لن يحل المشكلة، وإنما هو يحل مشكلة مؤقتا خلينا نقول، ولكن على المدى البعيد الاقتصاد سيتأثر بسبب الوقاية التي نحن طبعا يجب أن نتبعها. فيعني التباعد الاجتماعي يخلق شيء اسمه عدم وجود لعب، عدم وجود مباريات. تباعد اجتماعي يعني عدم وجود مباريات. عدم وجود مباريات هذا يعني عدم وجود تذاكر. هذا أول إيراد انضرب في موضوع الاقتصاد الرياضي. عدم بيع تذاكر هي ضربة مؤلمة للأندية وضربة مؤلمة للاقتصاد الرياضي بشكل عام. رقم اثنين، عدم وجود لعب. يعني خلينا نبدأ كذا، تباعد صحي يعني عدم وجود لعب، عدم وجود لعب يعني عدم وجود تذاكر، عدم وجود لعب معناته عدم وجود حقوق بث أيضا. هل من المنطق أن تقوم شركات التلفاز بدفع في المستقبل أن تقوم بدفع مبالغ أو هذه المبالغ خيالية بنفس الحجم الذي تقوم به الآن؟ طبعاً الجواب لا، لأنه الآن طبعاً الزملاء راح يتحدثوا أكثر عن الحلول التي المفعلة حالياً، ولكن على المدى الطويل إذا استمرت هذه المشكلة فإن بالتأكيد حقوق البث ستتغير ولن تكون بنفس المستوى، وهذه هي الضربة الأكبر للاقتصاد الرياضي. الإيراد الرياضي الذي يعتمد بشكل ضخم على حقوق البث التلفزيوني، ورح نتحدث عن الدوريات الكبرى كرة القدم والهوكي والNBA وحتى البيسبول والفوتبول الأمريكان، هذه كلها تعتمد بشكل كبير على عائد البث التلفزيوني التي طبعا في بعدين توزع على الأندية وتوزع على اللاعبين والآخره. عدم وجود لعب حكينا، عدم وجود تذاكر، عدم إقامة مباريات فيها جمهور، عدم وجود حقوق بث تلفزيوني. ثلاثة، السبونسرشيب وهم الرعاة. هذه نقطة يا أخوان جدا مهمة. شو يعني الرعاة؟ شو يعني عدم وجود لعب يعني عدم وجود رعاة؟ الآن إذا ما في جيمز معناته ما في سبونسرشيب أكيد، يعني بمعنى أن شركات الراعية لن ترعى ماذا إذا لم يكن هناك لعب؟ فما الذي سوف ترعاه على المدى الطويل؟ وإن لم يكن هناك بث تلفزيوني فبالتأكيد أيضاً الرعاة سيبتعدون عن الاستثمار في القطاع الرياضي. هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية بالنسبة للرعاة، وهذا ما يقلقني كثيراً حقيقة، بأن الرعاة الآن مثل ما تعرفون هناك معاناة شديدة جداً في الاقتصاد بشكل عام، وهناك آلاف بل ملايين من الموظفين يصرحون كل يوم من عملهم بسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها الشركات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وكم من الأصدقاء أو معارفنا خسروا وظائفهم حالياً بسبب هذا الموضوع. طيب هذا الكلام كله على ماذا يدل؟ يدل على أن الاقتصاد أو الشركات بشكل عام ستفكر أكثر من 10 مرات قبل الاستثمار في أي قطاع رياضي، أي رعاية أي حدث رياضي. هذا كله سوف يؤثر بشكل عام على تشجيع الاستثمار في القطاع الرياضي، وعلى طبعا وقت أكثر للمعافاة. طيب بما أنه نحن تحدثنا عن الثلاث الأشياء الرئيسية هي الإيرادات من التلفاز، الرعاة والإعلانات والتذاكر، هذه الثلاث أمور التي تحدثنا عنها الآن خرجنا منها بمعادلة توضح الآن ما معنى ما الذي يحدث. ما الذي يحدث الآن؟ قلنا كورونا بدأ، الصحة تقول تباعد اجتماعي، تباعد اجتماعي يعني no games، يعني لا مباريات، لا مباريات يعني لا صفقات تلفزيونية، لا مباريات يعني لا صفقات رعاية، لا مباريات يعني لا تذاكر مباراة. كل هذه الأشياء تعني أنه ليس هناك دخل، وهذا كله يعني أن هناك لا يوجد أندية. طبعا الحمد لله لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولكن أنا أكثر ما يجوف في خاطري هناك شيئين أيضا ما بعد هذه المعادلة اللي خرجنا فيها، وهي أنه كم ستحتاج كورونا لتنتهي؟ كم ستحتاج الشركات لتخرج من هذه الأزمة الاقتصادية؟ وكم سيحتاج الناس للخروج من الحالة النفسية التي تسبب بها كورونا؟ ما أقصد بالحالة النفسية يا أخوان، الآن إذا انتهت أزمة كورونا بنفس الطريقة الآن، يعني سيطر على المرض، المرض لم ينتهي. باعتقادي المرض سوف ينتهي في حالة واحدة فقط، إذا وجد
تطعيم أو مثل ما يقول لقاح لهذا المرض. إذا وجد لقاح لهذا المرض أي يعني هذا المرض انتهى. غير ذلك كلها أمور وقائية لن تمنع من انتشار الفيروس. فوجود الحالة النفسية التي تسبب بها الناس ستمنع الناس من الحضور إلى المباريات، هذه نقطة جدا مهمة، أو التجمع أو التجمهر في أماكن معينة. فالسؤال الآن، وأنا متأكد أن هناك حلول مؤقتة الآن الأندية تعمل عليها واللاعبين يعملون عليها والجميع يعمل عليها، على أساس أنها خلينا نقول بلهجتنا البسيطة تمشي الحال لحد ما تنتهي أزمة كورونا. فهذه هي الأمور التي أنا برأيي قيمت الأمور على أساسها، وهذه هي نظرتي الحقيقة للنظرة الاقتصادية التي ارتكزت عليها. طبعاً إذا أردنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك، ويجب أن نعلم أن القطاع الرياضي قطاع كبير خصوصاً في أوروبا، والتي والدول التي تنظر إلى القطاع الرياضي على أنه بزنس وليس على أنه دعم حكومي. هنا تكمن المشكلة، بأن الدعم الرياضي وظف ملايين وآلاف الناس، وهذا خطر كبير على أن دكتور الموضوع. دكتورنا الكريم أمامك دقيقتين فقط. طيب ساعدني أنهي هذا الكلام، بأن يمكن أنا أنظر للموضوع بنظرة سلبية، لكن لست كذلك حقيقة. أنا جدا إنسان متفائل، ولكن الكورونا لم يفرق بين أحد حقيقة، ولم يفرق بين انقطاع، وتمحور حقيقة على أنه الإيرادات قد تأثرت بشكل ضخم جدا بسبب هذا الفيروس الصحي الذي تحول إلى اقتصادي. شكرا لكم. شكرا شكرا أستاذ أحمد، أستاذ ثائر أحمد عدس على إلقاء هذه المحاضرة. طبعاً أستاذنا الكريم ملخص يعني كلامه، هو يتكلم عن ما هو كائن الآن والأوضاع، وليس طبعاً كما ذكر أن يعني هو إنسان متشائم أو ما شابه ذلك، لا، هذا الوضع اللي هو أتاح لنا التشاؤم. وأنا أكد طبعاً على كلام الدكتور في نقطة مهمة جداً. الآن الجميع عند مشكلة ما بعد كورونا، إذا الآن التباعد نفس ما تفضل فيه طالبه فيه أو ما شابه ذلك وحلت القضية، بعدين الشركات أساساً الآن في عجز، فدعمها ومشاركتها في المجال راح تجي يعني بعد مسلسل طويل. فراح طبعاً أكيد أخواننا الدكاترة راح يلقون الضوء على هذا الأمر. الآن تفضل مع الفارس الثاني الأخ الكريم دكتور أحمد فاروق. دكتور أحمد فاروق هو أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة حلوان بالقاهرة، وهو الآن في جامعة مسقط في عمان، وطبعا هو مدير عام الاتحاد المصري للجامعات سابقا في مصر، وكذلك مساعد عميد كلية التربية الرياضية البنين بالقاهرة لشؤون الجودة سابقا، والمدير التنفيذي لوحدة الجودة والاعتماد في كلية التربية في حلوان، وكذلك عضو لجنة الخطة الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، وعضو اللجنة المؤقتة لإدارة نقابة المهن الرياضية، ومستشار رئيس جامعة حلوان المدن الجماعية. طبعاً دكتور أحمد السي في ماله طويل، فإحنا راح نختصر على النقاط فقط. والآن تفضل الدكتور أحمد، أمامك ربع ساعة. وقبل الدكتور أحمد أتمنى من الأخوة المستمعين والحاضرين هذه الندوة أن يسجلون الأسئلة في النوتس الآن. تفضل دكتور أحمد. شكرا دكتور عبد الله، شكرا استاذ الحضور، كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان الكريم وكافه اعياد المسلمين، وان شاء الله نلقاكم دائما على خير. وشكرا للتميز لهذه الافكار الرائعه والاعتقد العالميه، يعني في ظل الاوضاع اللي احنا موجودين فيها حاليا، ان التميز تتصدى لمثل هذه الاحداث السريعه حاليا بندوه نقدر نتكلم فيها عن تأثيرات فيروس كورونا في اقتصاديات الرياضة العالمية.
اسمحوا لي انا يعني هشير معاكم دلوقتي عرض مبسط كده، هنحاول نتكلم فيه عن بعض الحقائق عن الخسائر الحاليه للرياضه نتيجه وجود فيروس كورونا، وايه البدائل الاقتصاديه اللي ممكن ان احنا نشتغل فيها عشان بس من يعني نلم الموضوع شويه ما يبقاش الخسائر بالنسبه لنا فادحه. يعني فيروس كورونا زيه في الرياضه زيه زي في كل المجالات تاثرت تاثر شديد بما فيها اقتصاديات الدول نفسها، وهذه الدول بتحاول على قدر الامكان ان هي تستجمع قواها عشان انطلاق اقتصاديه مره تانية، لان في يعني كل المؤشرات الاقتصاديه اللي الدائره حاليا حتى بيتكلم فيها رؤساء الدول نفسهم ان احنا لابد ان نبدا فورا الانشطه الاقتصاديه عشان ما يحصلش ركود اقتصادي ضخم لبعض الدول تتاثر الحاله الاقتصاديه الحاليه، وبالتالي سوف تتاثر حالات التعافي في الفتره اللي جايه. اسمحوا لي خلونا يعني اخذكم كده في جوله سريعه حول هذا الموضوع عن حقائق حول الخسائر الاقتصاديه والبدائل الاقتصاديه المقترح تطبيقها حاليا في الرياضه على كامل صورتها. يعني طبعا اكثر الرياضات تاثرا بهذا الموضوع هي كره القدم، وهتلاقونا بندي امثله كتير فيها، لكن طبعا جميع الرياضات تاثرت وجميع الدوريات الكبرى تاثرت بما فيها الدوريات الاكبر من كره القدم، وهناك دوريات بالفعل اكبر من كره القدم زي دوريات كره السله او دوريات كره القدم الامريكيه او خلافه، اقتصادياتها برضو اقتصاديات ضخمه حتى على مستوى سباقات الفورمولا او خلافه، دي اقتصاديات ضخمه بتنافس كره القدم في كثير من الاحيان. طبعا فيروس كورونا لما جه فاجئ العالم، فيروس كورونا فاجئ العالم بمعنى كلمه المفاجاه على كافة المجالات وعلى كافة التخصصات، حتى عالم الطب نفسه قد تفاجأ. يعني فيروس كورونا فاجئ الجميع في الأطقم الطبية، محتاجين زيادة في عدد الأطباء وعدد التمريض عشان نقدر إن احنا نعمل رعاية صحية للمصابين أو اللي بيقدروا يكتشفوا المرض، لدرجة أن وزراء الصحة في كافة دول العالم أجمع يعني وجهوا نداءات كثيرة للشباب إن احنا محتاجين متطوعين يساعدوا الأطقم الطبية ويساعدوا أطقم التمريض في الخروج من هذه الأزمة. لقينا في نقص شديد في أجهزة التنفس الصناعي، اضطر رؤساء دول إنها تدعو عدد من الشركات وتوجيه الصناعة لسرعة إنتاج هذا المنتج لأهميته القصوى في الفترة الجاية. يعني تخيلوا رئيس الدولة بيوجه شركة إنتاج سيارات إنها تنتج جهاز للتنفس الصناعي لاحتياجه خلال فترة بسيطة قادمة. طيب أنواع الكمامات تأثرت تأثر شديد طبعا في العالم كله، بدأت أعدادها تقل وبدأ العالم كله يطلب أنواع كثيرة من الكمامات عشان حالات الوقاية أو حالات المعالجة أو حالات الاستشفاء ما بعد كورونا. وخلي بالكم بقى المشكلة مش في نقص أنواع الكمامات، المشكلة في إن أسعارها زادت من 4 الباكت 100 كمامة طبية، زاد من 4 يورو إلى 149 يورو. فتخيلوا بقى اقتصاديات هذه الشركات أصبح اقتصادياتها خلال الأزمة إيه. حتى مواد تطهير اليد وبرضو تضاعف سعرها، لو لقينا كلنا بنشتري كلنا عندنا في بيوتنا هتلاقيك كنت بتشتريها بقليل من المال، حاليا يعني 254% زيادة في أسعار السانيتايزر والكحول 70%. طيب برضو كورونا فاجئ عالم الرياضة زي ما فاجئ كل المجالات اللي اتكلمنا فيها دي بالظبط، فاجئ عالم الرياضة بالكامل. مفيش حد في الرياضة كلها على اختلاف مستويات الإدارية في عالم الرياضة كان يتوقع أن هناك توقف قصري أو اضطراري في الرياضة نتيجة تفشي هذه الأوبئة. يعني محدش جه حط مثلا في عقد محترف انك لو حصل توقف قصري نتيجه تفشي وباء انا هخصم منك كذا، او انت هتتوقف معايا فنتيجه هذا التوقف انت هتتاثر اقتصاديا او العقد هيتاثر اقتصاديا. ف يعني حصل برضو مفاجاه للعالم، وعشان كده هناك خلافات كثيره جدا ما بين ادارات الانديه المحترفه وبعض اللاعبين نتيجه تفاجؤهم بفيروس كورونا. رونالدو يعني أغنى أغنياء الرياضة العالمية، ثروته بتقدر بحوالي 340 مليون يورو، ده صافي غير الأصول الثابتة. اتأثر، توقف إعلاناته وصل 8.4 مليون جنيه استرليني، بخلاف راتبه اللي يوفنتوس خصم منه
30%. طيب ميسي اتأثر هو كمان نتيجة خصم 70% تقريبا من راتبه اللي بيقدر ب 8.34 يعني حوالي 8 مليون يورو، اتخصم منه 70% في نادي برشلونة بخلاف خصم نسبة الإعلانات اللي قدرت ب حوالي 3 مليون يورو. برضو ده جزء كبير جدا، يعني نجوم العالم في كرة القدم تأثرت به نتيجة فيروس كورونا. طيب ايه الخسائر الحالية؟ الخسائر الحالية كل القيمة السوقية لنجوم عالم كرة القدم قد تأثرت، وتأثرت بالسالب. صلاح، محمد صلاح خسر 30 مليون استرليني في بورصة اللاعبين، في القيمة السوقية للاعبين. ميسي فقد، مبابي فقد 20 مليون. تراجعت أسعار، يعني بنتوقع كلنا تراجع شديد في قيمة أسعار الانتقالات خلال المرحلة القادمة كمان. طيب إيه اللي تأثر نتيجة فيروس كورونا؟ اللي تأثر عقود اللاعبين، طبعا عقود اللاعبين تأثرت بشدة، وهناك أندية زي ما شرحنا لحضراتكم راحت ناحية ان احنا هنخصم من اللاعبين. طبعا في عقود دعاية وفي عقود اعلانات وفي عقود كثيرة في او بنود كثيرة في عقود اللاعبين ما بين وما بين النادي، هذه البنود قد تأثرت بالتأكيد. طيب الفيفا اخذ قرار بمد الموسم الحالي للناس اللي توقفت او هتتوقف تعاقداتهم في 30 يونيو. اللاعب شكرا، اللاعب ما انضرش، لكن اللي انضر النادي هيقدر يكمل ازاي رواتب هؤلاء اللاعبين بنفس قيمة التعاقد الحالي لغاية شهر أغسطس تقريبا، اللي هي مدة المد اللي مداها الفيفا، لدرجة ان الاتحاد الأوروبي بيفكر ان هو يقدم يعني مساعدة مالية للأندية. طيب البطولات الكبرى تأثرت ازاي؟ اليوفا في اجتماع طارئ جي قال شكرا، انا كاس اوروبا 2020 مؤجل الى 2021 كما حدث في الدوره الاولمبيه طوكيو 2020، رحيله عام كامل الى ان شاء الله يوليو 2021. خسائر التاجيل قدرت ب 400 مليون يورو، بجانب كمان ان ال 2 مليار يورو اللي كانوا انتظار انهم يحصلوا في كاس اوروبا كمان تم تاجيلهم، ودي خسائر ايضا على الاتحاد الاوروبي وخسائر كبيره. يعني لما يكون معايا 2 مليار يورو في التوقيت الحالي للعام القادم غير لما اخد ال 2 مليار يورو في العام القادم. البث التلفزيوني زي ما اتكلم اخونا الدكتور سائر عدس في القبل، طبعا البث التلفزيوني تاثر شديد جدا. الشركات يا جماعه، مشكله البث التلفزيوني ان الشركات اللي شاريه حقوق البث هي باعتها بالفعل، يعني باعت وقبضت الثمن. يعني دلوقتي في كلاينت اشترى هتفرج على كاس اوروبا ودفع ثمنه وخلاص، فهل هيرجع المشتركين دول على الشركات اللي اشتروا منهم يقول لهم رجعوا لنا القيمه، ام الشركات هتؤجل قيمه اشتراكهم للعام القادم وهتديه لهم فري؟ طبعا ده اتاثر جدا على الشبكات التلفزيونيه اللي اشترت حقوق البث، وبالتالي طبعا هيبقى فيه خسائر كبيره جدا بالنسبه لها. اعتقد ان هي بيفكروا في حلول يعني قد تكون جزء على المشتري وجزء على البائع. طيب ايه البدائل الاقتصاديه حاليا اللي مطروحه في السوق؟ أنا لو مكان الأندية هبدأ أفتش في كل النقاط القوة اللي موجودة عندي في النادي عشان أقدر أستثمرها وأقدر أستغلها عشان تمدني نوعا ما بجزء من العائد عشان أقدر أواجه الخسائر اللي موجودة في الرياضة نتيجة هذا الفيروس. طيب بعض الأندية لازم تستثمر عالمية نجومها وتسوقهم للإعلانات التلفزيونية زي ما حصل مع محمد صلاح. محمد صلاح عمل إعلان لأحد شركات المحمول في مصر قبض فيه 2.3 مليون دولار بنص عقده مع ليفربول. ليفربول حصلت من هذا الرقم 45%، يعني حصلت تقريبا مليون دولار. يعني لو عندنا 4-5 عملوا اعلانات يعني هيكون في 5 مليون دولار او 6 مليون دولار تقريبا دخل لنادي معين نتيجه الاعلانات التلفزيونيه من تسويق نجومها فقط. ادي البديل الاقتصادي الاول. طيب البديل الاقتصادي الثاني المباريات الشبح. لازم حالا نرجع كلنا الى المباريات الشبح اللي هي المباريات بدون جمهور، بعد طبعا التاكد من كل المشاركين في المباريات في المباراه هيكونوا عملوا التيست بتاع كورونا ومتاكدين من خلوهم تماما من الفيروس. كل المشاركين يرجعوا تاني للكوره وتبدا تاني اليات البث التلفزيوني عشان تقليل الخسائر الناتجه عن عدم البث، وده في حد ذاته اعتقد ان هو هيرجع ما يقرب من 35 الى 40% من قيمه الخسائر الاقتصاديه اللي موجوده في دوريات كره القدم العالميه. طيب الدوري الالماني
صرح الاتحاد الألماني لكرة القدم إن في عودة جزئية يوم 9 مايو بدون جمهور. الأندية ال 18 المشتركة في الدوري الألماني رجعت مرة تانية للتدريب في مجموعات صغيرة تحت شروط وقواعد صارمة في التباعد الاجتماعي في أرض الملعب، وده شيء جيد جدا للحفاظ على معدلات اللياقه البدنيه وخلافه. يعني في حاله عوده الدوري يوم 9 مايو اعتقد معظم الانديه ال 18 هتكون جاهزه، بس برضو بعد اجراء الفحوصات لكل المشاركين في المباراه والتاكد تماما من خلوهم من الفيروس. طيب ايه البديل الاقتصادي الثالث؟ البديل الاقتصادي الثالث المباريات الافتراضيه. دلوقتي الانديه لازم تتجه الى المباريات الافتراضيه لانها حققت دخل وحققت دخول كويسه في البيع على في الانترنت للمباريات الافتراضيه. يعني في عائد قادم للمباريات الافتراضيه. امامك ثلاث دقائق. امامي اقل من ثلاث دقائق ان شاء الله دكتور عبد الله. فريق الوداد عمل مباراه افتراضيه مع فيروس كورونا نفسه، يعني حققت دخل حوالي 120 الف دولار امريكي، فده دخل للمباريات. نادي لوكومونتيف لايبزيج في المانيا في الدوري بيلعب في الدوري الدرجه الرابعه عمل مباراه افتراضيه ان شاء الله هتكون يوم 8 مايو، بايع الى هذه اللحظه تذاكر مباريات 120 الف يورو، هو عامل 60 الف كرسي فقط او 60 الف مقعد للمشاركين في هذه المباراه الافتراضيه. طيب في تفكير في رابطه المحترفين الاماراتيه او عملت تحدي النجوم بشاركه 42 لعيبه من فرق انديه الدوري الخليجي العربي ال 14، 2 لعيبه مع مشجع، وعملوا مباريات في فيفا 2020 برضو كان لها، بس طبعا هذه المباريات الافتراضيه كان لها هدف اخر وهو تشجيع حمله خليك في البيت. طيب نادي الاهلي في مصر، نادي الاهلي ونادي الزمالك تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه المصريه بتحاول ان هي تعمل مباراه افتراضيه او قمه بين الاهلي والزمالك هيوجه عائدها لصالح صندوق تحيه مصر لمواجهه فيروس كورونا. طيب ايه البدائل الاقتصاديه المطروحه الاخرى؟ المباريات الارشيفيه. تخيلوا ان اعاده مباراه نهائي كاس العالم 2014 في المانيا حقق 1.7 تقريبا مليون مشاهد، حقق حوالي 180 الف دولار عوائد اعلانيه من اعاده بس مباراه اللي هي نهائي كاس العالم 2014. فده بديل اقتصادي اخر من المباريات الارشيفيه. احنا بنوجه الانديه وبنوجه الاتحادات انها تعيد مره ثانيه المباريات البارزه عندها في هذا الموضوع. انا هنتهي عند هذا الحد وبقول ان نعطيك دقيقتين دكتور احمد كمل. ايوه يعني ادنا من وقتك احنا شويه. لا ولا يهمك دكتور. يعني انا باكد على مشاهدينا او مستمعينا حاليا في هذا البث ان لو انتم بتعملوا في انديه او يعني في اتحادات لبعض الرياضات المختلفه وتاثرت هذه الاتحادات او هذه الانديه تاثر اقتصادي، من فضلك فكر في هذه البدائل عشان تقدر ان انت تعمل دخل ما نوعا ما يساعدك في الأزمة. كثير من الأندية اللي عملت أفكار المباريات الافتراضية والمباريات الأرشيفية العائد منها وجه نوعا ما، ناس وجهته لصالح مكافحة المرض وناس وجهته لصالح فواتير الأندية نفسها في اللوجستيات في الكهرباء في المية وهكذا، لأن تعرفين الأندية لديها فواتير عدة. أندية عربية كثيرة جدا على 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 كل الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه تأثرت تأثر شديد بهذا الوباء، لدرجة أن الموضوع وصل حاليا أن أندية مش قادرة تتحمل حتى رواتب موظفينها، لدرجة دعت الحكومات إلى التدخل كبير في أنها تدعم بعض الأندية عشان صرف فقط بند الرواتب. يعني نادي زي نادي الأهلي المصري اللي بيرعى أكتر من 25 لعبة جماعية، عنده أكتر من 25 جهاز فني لهذه المباريات، تخيلوا حجم بند الرواتب فقط قد إيه، وهل هيقدر يصمد إلى متى يقدر يصمد في دفع هذه الرواتب وإلى أي فترة. بدائل الاقتصادية هي حلنا الوحيد لمواجهة الأزمة، وإن شاء الله ربنا يعافينا منها إن شاء الله. وشكرا على حسن الاستماع. شكرا استاذ دكتور احمد فاروق على هذا الالقاء. طبعا استاذ دكتور احمد فاروق باختصار يعني هو تطرق الى نقطتين مهمين جدا، اللي هو العقود فعلا لم تتطرق في حاله هناك مشكلات خاصه في الوباء، لان طبعا هذا اللاعب جزء من المنظومه قد يؤثر على المنظومه بالكامل، فاليوم هذا شفناه اليوم معه. أيضا تطرق إلى الخسائر اللاعبين المميزين، وكذلك تطرق إلى خسائر الأندية بشكل عام،
وبعض البدائل مثل مباريات الشبح. شكرا دكتور أحمد. الآن احنا طبعا راح ننتقل إلى الفارس الثالث اللي هو الدكتور أستاذ الدكتور أحمد عبد الفتاح، هو أستاذ إدارة الرياضة وأستاذ في جامعة حلوان، وحاليا هو أستاذ الإدارة في جامعة أم القرى في مكة مكرمة. وطبعا السي في الدكتور أحمد هو حافل في المجال الأهلي، فكان مدير لقطاع الرياضة لأندية وادي دجلة وهو نادي متخصص، وأيضا كذلك مساعد مدير النشاط الرياضي بنادي الأهلي سابقا، ومساعد مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك سابقا، ومحاضر أكاديمي في اللجنة الأولمبية المصرية، ومحاضر في نقابة المهن. تفضل الدكتور أحمد. في البداية طبعا أنا بتقدم بخالص الشكر للدكتور عبد الله الأصطب، والتميز على التميز في اختيار الموضوع وإقامة هذا المنتدى، لأنه فعلا فكرة صائبة في وقت إحنا كلنا اضطررنا فيه إلى زي ما قال من الدكتور أحمد ومن الأخ سائر على التباعد الاجتماعي، ولكن هذه الوسائل خلت لنا في تقارب اجتماعي بشكل جيد. فأنا بشكر الدكتور عبد الله والدكتور بادي والتميز على هذه المبادرة الجيدة والعظيمة. أيضا بشكر كل السادة الحضور وعلى رأسهم أساتذتي وزملائي الأعزاء والمتخصصين في المجال الرياضي على وجودي معهم، وبشكر الدكتور أحمد فاروق والدكتور تاهر على مزاملتي اليوم. موضوع الكورونا طبعا يعني يمكن زي ما الدكتور احمد فاروق تفضل هو والدكتور تائر قالوا ان الكورونا اثرت معانا بشكل صعب قوي، ولكن انا ليه وجهه نظر شويه مختلفه. يعني هي ليها تاثيرات طبعا اقتصاديه سلبيه جامده، لكن هي في نفس الوقت ادتنا بعض المؤشرات الايجابيه او بعض الايجابيات اللي استفدنا بيها في خلال الفتره دي. في سلبيات موجوده سلبيات طبعا، لكن هبدا بالايجابيات ان هي في الفتره دي وجهت الأندية وجهت المؤسسات الرياضية بشكل عام إن هي تشتغل على تفعيل الإدارة الإلكترونية، بدأ الشغل عن بعد وبدأ التفكير، وده يمكن اتجاهنا كنا بالنادي بيه من فترة كبيرة إنه ضرورة الاتجاه إلى التكنولوجيا في إدارة الأعمال، فده أصبح النهاردة واقع خلاص موجود ولازم كلنا نشتغل عليه فترة جاية. أيضا تفعيل التدريب الافتراضي الأونلاين تريننج، انه بقى في النهارده انديه وبقى في مدربين وبقى في كل الاكاديميات والانديه بتسعى الى التدريب من خلال التدريب الافتراضي والتدريب عن بعد، فده برضو من الايجابيات اللي ظهرت عندنا، فده مجال جديد. انما السلبيات طبعا احنا عندنا سلبيات رئيسيه حصلت في الفتره الحاليه من كورونا. اول حاجه طبعا خساره اقتصاديه رهيبه للمؤسسات الاقتصاديه سواء الانديه او الاتحادات او المتاجر. من الحاجات اللي تأثرت بشكل رئيسي ومباشر هم المدربين واللاعبين، وده ظهر في قصة ان يبقى في تسريح لبعض المدربين، والعديد من الأندية للأسف في خلال الفترة دي مشت المدربين بدون ما يحصلوا على رواتبهم، تم تخفيض أجور اللاعبين، في لاعبين اصلا يعتبر ما بياخدش أجور لكن بياخد بدل الانتقالات، حتى دي توقفت، فدي كلها كانت من الحاجات السلبية. الرؤساء الأندية الكبيرة بدأوا يتكلموا على الرؤية القادمة بقى ما بعد كورونا، على مثلا رئيس بايرن ميونخ قال إن إحنا على موعد مع عالم جديد من كرة القدم، يورجن كلوب قال إنه الوضع الحالي مش هيقدر يستمر بشكل كبير، وبالتالي هل الأندية هتقدر تتحمل هذا الوضع؟ الأمر هيبقى صعب جدا. بدأت بعض الصحفيين وبعض رجال الإعلام يتناولوا الفكرة إن إحنا هنشاهد بعد انتهاء أزمة كورونا عالم جديد من الرياضة وعالم جديد من إدارة كرة القدم، إنه بالتالي الفكرة اللي جاية إنه إحنا هنعيد صياغة الإدارة الاقتصادية للرياضة مرة أخرى. طيب إعادة هذه الصياغة على مثلا رئيس نادي ستوك سيتي، الراجل ده قال لإذاعة البي بي سي ان الامر يختلف بالنسبه للانديه الكبيره، يعني انديه الدوري الممتاز زي ما الدكتور احمد فاروق قال والدكتور ثائر ان هم عندهم عائدات حق البث والحقوق الرعايه، طب الانديه دي عندها، طب الانديه الصغيره مشكلتها اكبر بكتير بقى، الانديه دي بتعتمد اعتماد مباشر
على الحضور الجماهيري وعلى التذاكر، هي ده الحاجه الرئيسيه عندها. فدي من المشاكل بقى اللي الانديه دي عانت فيها الفتره دي، وبالتالي هتظل تعاني منها خلال الفتره اللي جايه. في خبيره اقتصاديه اسمها مونيكا ديبولا قالت انه على الحكومات ان تبدا توجه الدعم الفتره الجايه بعد انتهاء ازمه كورونا للقطاعات اللي اتاثرت بتاثر بشكل مباشر بهذه الجائحه، وكان من هذه القطاعات الرياضه والترفيه والسياحه، وبالتالي هم الناس كلها مدركه ان الرياضه جزء كبير من القضيه. انا لما جيت اصيغ الفكره بتاعه ان هنعمل ايه بعد كورونا، انا لقيت ان احنا عندنا 7 ابعاد لازم نفكر فيهم. اول حاجه الجمهور، ثاني حاجه السياحه الرياضيه، ثالث حاجه الرواتب، رابع حاجه عقود اللاعبين، خامس حاجه سوق الانتقالات، الموسم المجهول والبث التلفزيوني والمتاجر. طيب لما نيجي نتكلم على الوضع الاقتصادي هنلاقي ان السبورت ريتيل او المبيعات بتاعه الرياضه، سوق الرياضة العالمي حالياً بيوازي 756 مليار دولار. القيمة دي متوزعة ما بين أمريكا وما بين أوروبا بشكل أكبر. أمريكا لوحدها بتمثل الرياضة فيها حوالي 420 مليار، وأوروبا بتمثل 250 مليار. لو هنبص نلاقي إنه الأندية الرياضية والجيمات لوحدها الاشتراكات بتمثل حوالي 115 مليار. فده من الحاجات. لما نيجي نبص النهاردة على التصنيف بتاع العائدات الدوريات العالمية، فبنلاقي ان الدوريات هتتأثر او تأثر بشكل كبير جدا، وهتتأثر بعد انتهاء الكورونا بشكل عالي، نتيجة انه الرجوع برضو لسه فيه خسائر عشان تتعوض محتاجة مجهود. لو جينا نتكلم على الابعاد اللي احنا تناولناها، هنلاقي ان احنا عندنا جمهور في مشكلة بعد ازمة كورونا، انه الناس هيبقى لسه عندها خوف، في عندها فوبيا شوية بعد انتهاء الازمة من الرجوع الى المدرجات مره اخرى، وده هيأثر شويه في الفتره الاولى، وهياخد له فتره على ما الناس تبدا تطمئن الى وجود علاجات صحيحه، لانه في الناس هتخشى من التكدسات. وطبعا في الحاله دي هيبقى التنظيم اللي جاي شغله كله مبني على انه يبقى في تباعد شويه لحد ما نطمئن لوجود علاج. المشاهده بتاعه الجمهور بتؤدي ان هي الايرادات المباشره لانديه كتير، وتمثل جزء الداعم للكثير من المسابقات. ويمكن زي ما احنا شايفين الصوره دي، ان احنا عندنا المدرجات دلوقتي خاليه، حاطين صور للجماهير ذكرى، وحاطين صور مصورين، ما فيش حد لا جمهور هنصوره ولا حاجه. طيب بمناسبه الجمهور، امبارح نيكاراجوا، امبارح مش هقول لك بقى لسه ده من فتره او لسه لا، امبارح نيكاراجوا نظمت اوريدي بطوله للملاكمه، بطوله عالم، والبطوله دي زي ما احنا شايفين الجمهور قاعد باعد، والحلقه هي موجوده، والبطوله نظمت، واللاعبين حتى رجعوا للعادات القديمه، العناق والكلام ده كله، وان كان ده هيبقى الفتره اللي جايه احتمال يبقى فيه كلام كبير. ايضا من ضمن القطاعات اللي لازم تفكر بشكل مختلف الفتره الجايه السياحه الرياضيه. ريو جانيرو طبعا استقبلت 500,000 سائح خلال دوره الالعاب الاولمبيه. طبعا احنا النهارده عندنا مشكله في تاجيل الاولمبياد، فلازم نفكر، كل دوله هتبدا تفكر في ازاي تقدر تتعامل مع الازمه بتاعه السياحه بعد انتهاء كورونا، لانه برضو فرص السفر والكلام ده بعد انتهاء الجائحه بتاعه كورونا هتبقى العمليه شويه فيها صعوبه. الجزء الكبير والاهم اللي احنا بنتكلم عليه، انه هيحصل الفتره الجايه انخفاض في رواتب اللاعبين. هي حصلت دلوقتي، بس مش معناه انه بعد انتهاء الجائحه الموضوع هينتهي، لا، ده بالعكس هتستمر، وهيحصل فيها كمان تعديل في التفكير الاقتصادي من كل الأندية وكل المؤسسات. النهاردة احنا لازم نفكر بشكل من المنطقية. المدربين اللي تم تسريحهم واللاعبين اللي مش قادرين نديهم رواتبهم، ده ناتج ان احنا ما كناش جاهزين للأزمة دي، زي ما الدكتور أحمد فاروق والدكتور سائر قالوا. النهاردة لازم نفكر، طيب لو لا قدر الله في أزمات زي دي حصلت، ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه اللي احنا لازم نبقى مستعدين ليه؟ فلازم نفكر النهاردة. انا عن نفسي بقترح ان يبقى في صندوق اسمه صندوق المخاطر الرياضيه، ويمكن ده بيكمل فكر الدكتور احمد فاروق كان طرحه من كام سنه في جمهوريه مصر العربيه، ان يبقى في صندوق اسمه بنك التمويل الرياضي، وهذا البنك يبقى له عائدات من كل التذاكر وكل عقود اللاعبين وكل عقود المدربين، يبقى في نسبه يتم تحويلها لهذا البنك، وبالتالي لما يبقى عندنا ازمه زي دي ومدربين خرجوا من انديه ما عندهمش قدره ان الانديه تدفع لهم رواتبهم، نقدر نعمل لهم اعانه في الوقت اللي زي ده، نقدر ان احنا نكفي هذا، لان المدرب النهارده، خلي بال حضراتكم، اصبح في عالم الرياضه مدرب محترف،
فزي ما احنا شايفين الرواتب هتتأثر في الفترة اللي جاية حتى بعد كورونا، وهيحصل ان في أندية كتير هتبدأ تتشاور في تخفيض الرواتب حتى بعد انتهاء الأزمة. ايضا عقود اللاعبين، الراتب الاسبوعي اللي بياخده ده شيء، والعقد عشان ينتقل ويستمر العقد لفترات ده موضوع برضو. العقود هيتم التعامل فيها بشكل اقل، هتبقى فيه تخفيض. وانا هنا بنادي بفكره بقى ايه، في عندنا للاسف ما يطلق عليه الاحتراف في الدول العربيه، وانا للاسف بسميه الاغتراف او الاحتراف الوهمي، لان احنا عندنا للاسف اللاعبين اللي موجودين في الدوريات العربيه الاموال والعقود اللي بيتناولوها لا تتناسب بشكل حقيقي مع قيمه المنتج اللي طالع. فاعتقد ان احنا محتاجين كلنا نعيد صياغه العقود الفتره اللي جايه، ونحط نظام للتسعير. ويمكن دكتور حسين السمري، دكتور احمد فاروق عملوا بحث قبل كده عن القصه دي، وعن ازاي يتحط قيمه تسعيريه للاعبين. فاعتقد ان ده وقت العلم ان احنا نشتغل بشكل حقيقي. سوق الانتقالات من الحاجات اللي برضو لازم هتتغير اوضاعها في الفتره الجايه. ويمكن مدير رياضي للماركاتو قال ان الفتره اللي جايه اسعار اللاعبين هتتعرض لتغيير كبير، ولان كان في تضخم غير مبرر في السنوات اللي فاتت. فتخيلوا بقى زي ما بيقولوا كده الصدمه بتاعت كورونا دي فوقت العالم كله، انه لقوا انه لا، الاسعار بتاعت اللاعبين وسوق الانتقالات كان في مبالغات. يعني موضوع نيمار لما اتنقل رقم خرافي، يعني رقم غير طبيعي. فالفترة الجاية لا، أتوقع أن يبقى فيه تغيرات. في عندنا من ضمن الحاجات اللي برضو أتوقع أن هيبقى فيها كلام كبير الفترة الجاية، المواسم اللي لم تنتهي هذا العام، وإحنا داخلين المفروض على نهاية موسم وموسم جديد، احتمال كبير يحصل تداخل. الموسم اللي إحنا فيه ده موسم بنسميه الموسم المجهول، مش عارفين هينتهي ولا مش هينتهي. فبالتالي في حقوق مرتبطة، حقوق بس مرتبطة، حقوق لاعبين، في انتقالات هتحصل. فاحتمال يبقى في دمج ما بين الموسم ده والموسم اللي بعده، وده بالتالي هيبقى فيه مشكله كبيره. ايضا تاجيل بعض الاحداث الرياضيه الضخمه مثل اليورو، مثل بطوله كوبا امريكا، واللي على قمه بقى الهرم التنظيم الرياضي، تاجيل الاولمبياد ده هياثر بشكل كبير، وهياثر اقتصاديا على ناس كتير جدا كان الحدث الرياضي ده بالنسبه لهم منتج اقتصادي له القيمه الكبيره. ايضا البث التلفزيوني اعتقد انه هيعيد صياغه العلاقه ما بينه وما بين المؤسسات الرياضيه، وهيبقى في الفتره الجايه في المشكلات بقى قانونيه، وازاي التعويضات، وازاي ان احنا نتكلم على انه لما يبقى في عندنا ظروف قاهره زي كده ايه العلاقه اللي ما بين القنوات الناقله وما بين السوق الاقتصاديه. ايضا السوق الموازيه تاثرت تاثر كبير جدا، اللي هو الناس اللي بتبيع المنتجات الرياضيه، المحلات التجاريه حتى اللي جوه الانديه. يعني النهارده المحل التجاري اللي موجود جوه النادي بيشتغل بشكل رئيسي على وجود الجمهور وعلى وجود الاعضاء وعلى وجود الرياضه. خلي بالك حتى النادي لما بيكون في يوم عادي ما فيهوش رياضه بتلاقي الزحمه بسيطه، لكن لما بيبقى في احداث رياضيه وفي تدريبات بتلاقي النادي مكتظ. هذا الاكتظاظ وهذا التواجد بيساعد على ان هذه المحلات التجاريه تقدر تبيع بكميات كبيره جدا، فبالتالي اقدر انا كنادي اديله قيمه ايجاريه عاليه، فانا اصبحت مستفيد من وجود الناس. الفتره الجايه اعتقد ان برضو اقبال الناس شويه هيبقى في نوع من التخوف، فبرضو هياثر. في علاقه اقتصاديه بتقول ان كل جنيه بيتم انتاجه في الرياضه بشكل مباشر بيبقى قدامه 2 دولار ونص، كل دولار بيتم انتاجه بشكل مباشر في 2 دولار ونص بيتقابلوا معاه بشكل. امامك دقيقه دكتور احمد. الله، انا خلاص اخر حاجه يا دكتور، دي شويه مقترحات انا بقترحها على الفتره اللي جايه. زي ما قلت لحضراتكم ان احنا لازم نعمل صندوق يسمى صندوق المخاطر للصرف منه على الحالات اللي احنا فيها. ضروره ان يكون في عندنا اهتمام بتطوير الهيئات تكنولوجيا، لازم كل الانديه وكل الاتحادات لازم تفكر الفتره الجايه خلاص يبقى الاداره بتاعتها اداره الكترونيه بشكل كبير جدا. الاهتمام بتطوير مهارات العاملين، لازم الناس اللي شغاله تبدا النهارده تجهز نفسها، اللي ما بيعرفش يا جماعه يشتغل على الاونلاين والالكترونيك سيستم مش هيبقى ليه دور الفتره الجايه، والوظائف دي مش هتبقى محتاجه حضرتك، لازم حضرتك تبقى جاهز لده. ضروره مراجعه العقود الرياضيه من اللاعبين، من الاجهزه الفنيه، من البث التلفزيوني. وشكرا لحضراتكم جديدا، واتمنى ان انا اكون وفقت في توضيح الصوره بعد كورونا باذن الله. شكرا، شكرا دكتور عبد الله. شكرا أخي وزميلي الدكتور أحمد على إلقاء هذه المحاورة أو هذه الندوة المتميزة. طبعا أشكر جميع المحاضرين
وأشكر الحضور. والآن طبعا أنا قاعد أتابع أسئلة الإخوان الحاضرين. طبعا أنا راح أختار يعني إلى حد ما أفضل الأسئلة أو اللي متدخلة بشكل مباشر في الحوار. في سؤال وأعتقد يعني يكون ما بين دكتور أحمد عبد الفتاح والدكتور أحمد فاروق. السؤال: هل من الإمكان استثمار هذه الأزمة لصالح الرياضة عامة وكرة القدم خاصة من ناحية وضع السقف لأسعار اللاعبين على مستوى العالم؟ هذا السؤال. في سؤالين، اخترتنا ثلاث أسئلة. بالتأكيد يا دكتور عبد الله، 100% لازم هيحصل إعادة صياغة للعلاقة اللي ما بين اللاعبين وما بين الأجهزة الفنية والأندية، لأن الأوريدي العلاقة دي ظهرت الفترة دي، الأندية مش قادرة تسد الاحتياجات المطلوبة منها، فأكيد هيتم إعادة صياغة وخاصة في ظل الأرقام المبالغ ليها. أستاذ برضو دكتور أحمد فاروق يفضل. تفضل دكتور أحمد. الحقيقة سؤال صعب جدا، والإجابة عليه برضو محتاجة تفكير دقيق. يعني دكتور أحمد عبد الفتاح، الحقيقة احنا دايما بنختلف في آرائنا العلمية سوا. انا بختلف معاك في هذه النقطة. يعني انا شايف ان اسعار اللاعبين على مستوى العالم هي عرض وطلب، والاسعار خرافية. يعني الاسعار بتنطلق انطلاقات غريبة، في تقديرات تانية لاسعار اللاعبين على مستوى العالم غير أداءه الفني. يعني معادلات تسعير اللاعبين وخلافه في الحاجات دي معادلات قوية وقاسية. يعني حاولنا على قدر الإمكان مرة ان احنا نعمل مثل هذه المعادلات للاعبنا في كرة القدم في العالم العربي، فشلنا. يعني برضو عشان اقول لحضراتكم كده نبذة بسيطة، كيف يسعر اللاعب المحترف عالميا؟ بيدخل في سعره، في قيمته السوقية، قدرته على عمل اعلانات، بيدخل في قيمته السوقية تواجده على السوشيال ميديا، بيدخل في قيمته السوقية كيفية تسويقه لاسم النادي اجتماعيا. يعني احنا شايفين محمد صلاح اصلا بيشارك في احداث اجتماعية خاصة بنادي ليفربول عاملة ازاي، عندهم توجهات معينة لتحسين الصورة الذهنية لنادي ليفربول في العالم العربي من خلال محمد صلاح، ونجحوا في هذا الامر. فكل ده بيروح على قيمة اللاعب السوقية، على 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 او قيمة انتقاله. لما يجيبه بيتأثر كل هذه المعايير على المبلغ اللي بيندفع فيه. فبس على المستوى العربي هناك صعوبة كبيرة، لأن هناك معايير أخرى في العالم العربي لانتقال اللاعبين، بترجع بقى للنادي والمنافسين والجماهير وخلافه. شكرا دكتور أحمد. بعد إذنك احنا نعطي أستاذ تائر مداخلة. تفضل أستاذ. نعم دكتور، وأنا بصراحة بتفق شوي مع الدكتور أحمد على أنه الإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر الهين. وتغير أسعار اللاعبين بعد جائحة كورونا بهذا القدر وتغيير أساس تسعير اللاعبين هو علامة استفهام الحقيقة. طبعا مثل ما ذكرنا أنه تسعير أسعار يعني أسس تسعير اللاعبين يعتمد أيضا بغض النظر عن الميديا وأيضا جلبه للجمهور وغيره، أيضا يعتمد بشكل كبير على أدائه داخل الملعب وعلى البطولات التي بسببها تحصل أمور مالية كثيرة إلى النادي ويدخل مداخيل كثيرة للنادي. فأنا بالحقيقة ليس لدي جواب مؤكد على هذا الموضوع، ولكن ما أؤكد عليه بأن سينظر في الموضوع أكثر، لكن لن ينظر، لأنه التسعير اللاعب يعتمد أيضا على السبب، على الاقتصاد، العائد من اللاعب نفسه. يعني لن يتم تسعير اللاعب على أساس فقط شهرته، ولكن بسبب الاقتصاد المالي أو المال أو الفلوس اللي تأتي بسبب هذا اللاعب. فسينظر الموضوع أكثر من نظرة، وسننتظر ونرى. شكرا دكتور. شكرا. طبعا السؤال الثاني يعني بعد يعني كاتب: وبعد اطلاعكم في هذه المحاضرات ومتابعة التقييم الاقتصادي، كم من المتوقع أن تبقى الأزمة ما بعد أزمة كورونا أنها تستمر على النشاط الرياضي؟
على بشكل عام وليس كرة القدم. احنا نتكلم كرة القدم هي ماخذة أكثر الفلوس، لكن هناك لعبات يعني تكلفتها المالية غالية جدا، أغلى من كرة القدم. فهذا السؤال، التوقيت الزمني بناء على الرؤية كم المتوقع؟ تفضل دكتور اللي راح يجاوب فيكم. أعتقد المحاسبة يمكن دورك. أوكي. شوف دكتور، إن أكثر ما يميز هذه الأزمة هو شيء اسمه غموض اقتصادي. تمام، شو يعني غموض اقتصادي؟ أي يعني أن كورونا ليس معروفاً لحد الآن متى سينتهي. كل ما نفعله وما تفعله الدول حالياً هو الوقاية من هذا المرض، وقاية من هذا المرض في نفس هذه التدابير، أي يعني استمرار الأزمة الحالية. وإن وجدنا حلول مؤقتة فذلك لن يعفي أو لن ينعش الاقتصاد بشكل كبير. إذا انتهت الأزمة في أقصر زمن ممكن، هناك دائما فترة اقتصادية نسميها دائما سنة مالية. هذه السنة المالية هي دائما فترة نعتبرها هي فترة تعافي الشركات، ولكن مثل ما قلت كورونا لم يسبب فقط كورونا صحية، وإنما تسبب في كورونا اقتصادية غامضة لا نعلم متى ستنتهي. أنا أستأذنك دكتور عبد الله. تفضل دكتور أحمد، تفضل. أنا طبعاً متفق مع الدكتور سائر في القصة، إن هي طبعاً ما حدش يقدر يتكهن الأمور تقدر تظهر إمتى، لكن أنا أتوقع إن هو بعد ما يكون في وضوح تام لانتهاء كورونا، اتوقع انه الاقتصاد الرياضي ممكن ياخد له الثلاث اربع شهور الاولين هيبقى فيهم شويه صعوبه، لكن هتبقى هي دي مرحله التعافي. وفي نهايه السنه الماليه دي زي ما سائر قال ان هو هيبقى فيه خلاص وصلنا لمرحله تقريبا انتهاء الازمات المترتبه اللي حصلت على كورونا. وده لانه خلي بالك انه في تعطش عند الناس الى الرياضه والى الممارسه للحياه الطبيعيه والى ممارسه الحياه الصحيه، فهيبقى في اقبال شويه على الرياضه بعد انتهاء الازمه، بس بعد انتهائها بشكل كامل مش بشكل لسه فيه شكوك. شكرا دكتور احمد. في سؤال يعني مهم. انا طبعا عارف ان السؤال هذا مبني، المفترض احنا ما نتكلم مبني على المجهول، ولكن نتكلم مبني وفقا لتنبؤات ويعني الاحداث اللي حاصله. في سؤال يعني مهم انا يهمني كرئيس الجلسه وكمهتم بالأنشطة الرياضية، هل واللي صراحة كتب السؤال ما كتبه بصيغة زينة لكن مفهومه يعني بالنسبة لي واضح، بعد جائحة كورونا هل سيكون هناك تشكيل خلية للأزمات أو لجان رياضية بخصوص الرياضة بشكل عام؟ يعني هل هو مقصود سؤاله لجان الأزمات في الرياضة مو متواجدة بشكل ملحوظ وتدخلها يكون تدخل مباشر؟ فطبعا أنا عارف أن معانا أساتذة كبار داخل في المشاهدة، لكن راح نأخذ بآرائهم بعدين بشكل فردي. أنا بأخذ رأيكم أنتم لأن جاتني رسائل على الخاص، مهم الإجابة على التساؤل هذا. دكتور احمد فاروق ممكن تتفضل. اسمح لي دكتور عبد الله، واسمح لي بس استكمل طبعا في السؤال الماضي. انا بتفق تماما مع راي دكتور احمد عبد الفتاح ودكتور سائر، بس يعني لابد من ان كل المؤسسات والمنظمات الرياضيه وكمان وزاره الرياضه او اللجان الاولمبيه على مستوى العالم كله تستعد لفتره العوده. يعني لازم يبقى عندنا سيناريو واضح جدا العوده هتتم ازاي وباي شكل، لأن الاندفاع في عودة المجال الرياضي مرة تانية قد يسبب كارثة، وبرضو التأني الشديد في عودته برضو هتبقى خسائر اقتصادية كبيرة جدا. فلازم يعد مجموعة كبيرة من السيناريوهات تكون موجودة يعني في التوقعات. جامعة شنغهاي طلعت امبارح دراسة عالمية في توقيتات انحسار الأزمة خلاص، وكل دولة بقى محدد لها تاريخ الانحسار المرض والتاريخ انتهائه بدقة شديدة. فاحنا لازم يعني نعد سيناريو لهذا الموضوع، وده انطلاقة للرد على سؤال حضرتك دكتور عبد الله او سؤال اللجنة من احد المتابعين. وجود وحدات الأزمات ووحدات التنبؤ بالأزمة ووحدات معالجة الأزمة ضرورة هامة جدا في المجال الرياضي.
مش بس حد هيدير ازمه، لا ده كمان ده لازم يكون بقى في واحده هتتنبأ بالازمه ديت، هتحط لها عددا من السيناريوهات وازاي ان هو يقدر يدير هذه الازمه وازاي يقدر يطلع منها بافضل الـ يعني المكاسب الممكنه في الازمه. الازمه الحاليه الفيروس كورونا، في ناس هتستفيد منها استفادات كبيره جدا يا جماعه، وفي ناس هتخسر فيها خسائر فادحه حتى على المستوى العام، على المستوى الاقتصادي العام في مؤسسات اقتصاديه حاليا بتنهار، وفي مؤسسات اقتصاديه حاليا بتطلع، يعني مجال تكنولوجيا التعليم خلاص الترتيب فيه هيتغير تمام. صاحب البرنامج اللي احنا بنتحدث عليه دلوقتي بقى من اغنى اغنياء العالم بسبب فيروس كورونا. نادي برشلونه عنده مشكلات ماليه ضخمه في اداره ازمته مع فيروس كورونا، فلازم يكون موجود طبعا الوحده، ولازم تكون ابعادها كمان او اهدافها تتعدى ان هي اداره الازمه تروح كمان للتنبؤ بيها ووضع سيناريوهات للحل. تفضل دكتور احمد، راح نختم اذا عندك دكتور ستار لحد عنده شيء قبل ما نختم. الجزء بتاع اداره الازمه ده اصلا احنا بنتكلم فيه من قبل موضوع كورونا، وده جزء اصيل المفروض يبقى موجود في هيكل كل مؤسسه رياضيه، انه يبقى فيه ازاي اداره الازمه في اي شيء، لانه الازمه مش هي كورونا بس، ده كورونا دي ازمه الازمات، لكن في ازمات كتير جدا بتواجه المؤسسات الرياضيه في اثناء العمل، كيفيه ادارتها لازم يبقى فيه فريق لاداره الازمه، ويبقى فيه ادوار محدده، ويبقى فيه سيناريوهات مرسومه، كل ده لازم كمان يتم تدريب الناس العاملين على كيفيه اداره الازمات، ويبقى في ازمات اصطناعيه بنمرن الناس عليها، انه لو في مواقف هنحصل ايه، لو في مشكله ماليه هنتعامل فيها ازاي، لو في مشكله حريق هنتعامل فيها ازاي، لو في ازمه ان احنا توقف المسابقات هنتعامل فيها ازاي، كل دي ازمات بيتم تدريب الناس عليها بالفعل، وبيبقى في سيناريوهات موجوده بيبقى معده مسبقا والناس بتبقى عارفاها، وبيبقى في فريق لاداره الازمه، في رئيس لاداره الازمه، فكل ده لازم طبعا في الفتره الجايه يبقى موجود. شكرا دكتور. طائر عندك شيء قبل أختم؟ جواب جدا مختصر الحقيقة، هو السؤال إدارة المخاطر. لو تم تطبيق ما اقترحه الدكتور الآن أحمد فاروق والدكتور أحمد الفتاح عن إنشاء صندوق للمخاطر، فقط تخيل معي أنه هذا الصندوق الآن موجود من 10 سنين شغالين عليه. أنا أؤكد لك، أنا مش حقول لك أنه هذا الصندوق سيحل 100% من المشاكل، ولكن كثير من المشاكل سنتغاضى عنها. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخيرة التي أتحدث عنها هي نظرة الحكومات إلى الرياضة، هذه نقطة جدا مهمة. كيف تنظر الحكومة إلى الرياضة؟ هل هي اقتصاد مهم يجب دعمه، أم هي رياضة وصحة وهي شيء مجتمعي for fun وخلاص، خلينا مثله مثل أي قطاع ثاني. هنا أيضا تكمن تعامل الحكومات مع القطاع الرياضي. شكرا شكرا. طبعا انا انوه لاخواني المشاهدين ان شاء الله اليوم الجمعه القادم ان شاء الله مساء راح يكون عندنا ايضا في المنتدى ندوه عن مخاطر وتحديات التغيرات العالميه على الرياضه العربيه، وطبعا راح يحاضر فيها الاستاذ دكتور عبد اللطيف صبحي، والاستاذ دكتور من مصر طبعا، أستاذ الدكتور عبد الرحمن السيار من البحرين، والدكتور سعد السند من السعودية، وبإدارة رئيس جلسة أستاذ الدكتور بالي الدوسري من الكويت. طبعا نتمنى الكل يكون موجود، تبادل فكر واستثمار وقت الفراغ في تنمية بشرية شيء مهم جدا، وأشكركم وأشكر الجميع على الاستماع. شكرا لكم. شكرا. شكرا دكتور عبد الله. شكرا سمري.